حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في هذه التغطية الخاصة، حيث بات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية متصديا وبشكل رسمي وأمام الجميع لملف تشكيل الحكومة الجديدة باعتبار الكتلة النيابية الأكبر. هذا الأمر زاد من تحمله للمسؤولية وتبني مباحثات جدية وحقيقية لتشكيل الحكومة، بدءا من خوض مباحثات لا تقصي أي طرف سياسي كان من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء، لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة. إلا أن هذا الأمر لم يخلو من المصاعب والمعوقات، خصوصا في ظل شروط مجحفة تتعمد الأطراف الأخرى السنية منها أو الكردية تتعمد طرحها على طاولة الحوار، ومنها ما هو بحاجة إلى التفاوض والتعديل، ومنها ما يتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية والدستور، وهذا الأمر يتنافى مع مبدأ الأساسي الذي يعمل به الإطار التنسيقي الذي يشدد على احترام السلطة القضائية وضرورة أن تكون قراراتها ملزمة للجميع. إذن مشاهدينا، في تغطيتنا لهذا اليوم نناقش كل هذه المعطيات مع ضيوفنا الأكارم، لكن بعد أن نتابع سوية هذا التقرير. تقلبات سياسية وضبابية طرأت على المشهد الحالي مما أثرت على استقرار العملية السياسية برمتها، بدءا من الخلافات بين الفرقاء المشاركين التي أحدثت انسدادا استعصت معالجته في حينها، رغم المحاولات العديدة التي طرحت حتى انتهى المطاف إلى انسحاب بعض الكتل وغيابها عن المرحلة المقبلة. وبالتالي ما زالت التحركات تهدف إلى استنهاض الشارع العراقي صوب أطراف معينة، ففي الطرقات والشوارع والمركبات يتواصل حديث المواطنين حول تشكيل الحكومة المرتقبة، بين من يتأمل الانفراجة وآخر يقرأ المشهد مظلما في قابل الأيام. وفي الجانب الآخر تتواصل القوى السياسية بالمباحثات والمناقشات حول مصير تشكيلها، خصوصا إذا علمنا أن العطلة التشريعية للبرلمان شارفت على الانتهاء. وبعد طول انتظار رافق استكمال الاستحقاقات الدستورية، ها هي الوعود تقترب من التنفيذ بعد عيد الأضحى الذي وعد الفرقاء السياسيين بذلك، إذ يرى المراقبون أن الانفراجة باتت قريبة بحسب المؤشرات الحالية في المشهد السياسي من استقرار الخلافات وشبه إرسائها على بر الاتفاق، لا سيما وإن الإطار الشيعي ما زالت مساعيه منفتحة على جميع الأطراف والقبول بكل الآراء لمناقشتها. ثم التئام البرلمان بعد صعود البدلاء له الأثر بتسيير فلك الاتفاق بين موج النزاعات المتلاطمة، وقد تواردت المعلومات أن هناك اجتماعا بعد انتهاء العطلة البرلمانية يضم النواب المستقلين والمكون الشيعي لترشيح شخصية رئيس الوزراء، لتكون النواة الأساسية هي الكتلة الأكبر المتمثلة بالإطار الشيعي ومن تحالف معه بتشكيل حكومة خدمية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو. عضو شبكة الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، أهلا بك يا دكتور وكل عام وأنتم بألف خير. وكذلك ترحيب المحلل السياسي الأستاذ إبراهيم السراج، أهلا بك سيد إبراهيم وكل عام وأنت بألف خير. نبدأ معك دكتور هيثم، يبدو الإطار واثق من نفسه على إمكانيته بتشكيل الحكومة، لكن على ماذا استند بهذه الثقة؟ هل هناك تعاطي من باقي الأطراف السياسية، تعاطي إيجابي مع الإطار؟ ابتداء أرحب بكم وبضيفك الكريم ومشاهديكم الكرام. الحقيقة أنه موضوع وثوق الإطار من تشكيل حكومة هو مبني على عدة معطيات. أولا الوضع الدولي ورغبته في استقرار مصادر الطاقة وطرق إمداد الطاقة، خصوصا أن العراق الآن هو ربما يكون مصدر بديل للغاز، أحد المصدرين المرشحين يعني الكيان الصهيوني عن طريق مصر والعراق من كردستان عبر تركيا، إضافة إلى قدرة العراق على زيادة إنتاجه من النفط في غضون سنوات يعني إلى من 4 إلى 8 مليون برميل، في حين الحصة المحجوبة من روسيا هي 12 مليون برميل، اللي هو قادر على تعويض ثلث هذه الكمية. والعالم الآن بحاجة ماسة لموضوع الطاقة، لأن معظم أسباب التضخم
في أوروبا تستند على ارتفاع أسعار الطاقة وقلة هذا الأمر. الأمر الثاني، هناك يعني تقبل من الكتل السياسية الأخرى، يعني الأخوة السنة الآن مع الإطار 3 كتل، عزم وحسم والجماهير، وهناك تفاهمات مع السيد الحلبوسي وتقدم حول تشكيل حكومة. الأطراف السنية على شنو تستند بطلباتها مع تفاوضاتها مع الإطار؟ حتى الآن موقفهم مو كلش واضح. لا، هم يريدون مطالب معينة، وكما تعرف أستاذ بشار أنه تبدأ المفاوضات بسقف عالي من المطالب، ثم أثناء المفاوضات يبدأ التنازل شيء فشيء، ولكن توجد هناك تطمينات للأخوة السنة على تحقيق جزء كبير من مطالبهم. بالتالي أعتقد أنهم سيشتركون بالحكومة القادمة. النقطة الأهم، توجد رغبة من الأطراف السنية تحالف سيادة تحديدا بالاشتراك وإنجاح هذه الحكومة؟ كل الأطراف في الأحزاب السنية تريد الاشتراك في الحكومة القادمة، وهذا ما أكد عليه السيد الحلبوسي بتصريح من الأردن بأنه ماضين بتشكيل حكومة قوية، وإن شاء الله تقدم الخدمات للمواطنين. الأخوة الكرد لديهم مشكلة في موضوع رئاسة الجمهورية، وهذا الموضوع في داخل البيت الكردي، يعني هو لا يتعلق بالإطار، وكان هناك اتفاق أنهم إذا جاءوا إلى بغداد بمرشح واحد يتم التصويت عليه داخل البرلمان، وإن لم يتفقوا يتم بمرشحين ويتم التصويت عليهما داخل البرلمان كما حدث في 2018. فبالنهاية لا توجد ممانعة حول موضوع تشكيل الحكومة. لكن الطرف الكردي، وأنتقل لك سيد إبراهيم، ربما يوجد معرقلات أمام الإطار الشيعي لتشكيل الحكومة. الطرف الكردي أو الأطراف الكردية في حال لم تتفق على مرشح واحد، الإطار يبدو أنه سيدعم مرشح الاتحاد الوطني لرئاسة الجمهورية. في هذه الحالة الديمقراطي الكردستاني مي راح يقدر يعرقل مساعي الإطار لتشكيل الحكومة؟ حقيقة خلال هذه الأزمة السياسية، الإطار طبعا هو قبل الاتحاد الوطني قريب جدا مع الدولة، تفاهمات كثيرة جدا بين الإطار وبين الاتحاد. المشكلة أو الأزمة هذه هي الآن الاتحاد أو الإطار وضعها بين الحزبين الكرديين، يعني قال لهم أما تتفقون على مرشح واحد أو تأتون كل واحد يأتي بمرشح، وتكون يبدو أنهم لن يتفقوا، راح يجون لبغداد بمرشحين اثنين، ولكن الإطار الغلبة ستكون مرشح الاتحاد. نعم، لأنه هو حليفه، وبالتالي هو هذا الماراثون السياسي وهذه الأزمة السياسية مسك الاتحاد بالإطار، وكان هناك تقاربات كثيرة جدا. لكن إذا نظرنا على استحقاقات كتوافق سياسي، يعني منذ 2005 حصة رئاسة الجمهورية للاتحاد، لذلك الإطار يدعم أو يحترم هذا التوافق السياسي، ويحترم أنه أن تكون حصة الاتحاد الوطني هي رئاسة الجمهورية، وأيضا يدعم أن يكون هناك تفاهمات وأن يأتي الحزبين الكرديين بمرشح واحد. طبعا هذا سيضمن سيسهل شغلتين، أولا عملية تصويت داخل قبة البرلمان، وأيضا بداية لتفاهمات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة. الإطار الآن قوي جدا، يعني متماسك جدا، لا توجد هناك، يعني هذه الدعايات ليست صحيحة، متماسك وقراره واحد، وينظر على أنه الآن هو في، يعني أنا أعتقد قوته هي اللي جعلته وتماسكه هي اللي خلت كل الأطراف تحترم قراراته وتحترم أن تنضم إلى التحالف أو الإطار التنسيقي. لذلك نجي على الخلافات ما بين قيادات الإطار الشيعي، لكن تحديدا اليوم يعني الموقف الداعم للاتحاد ومرشحه من قبل الإطار، هذا سيضغط موقف برزاني بشكل كبير. احتمال برزاني يقدر يعرقل مساعي الإطار لتشكيل الحكومة؟ لا، ما يقدر، يعني على ما يمتلكه من مقاعد عدد المقاعد الإطار والاتحاد و من تحالفهم، هو أنا أعتقد ممكن قطع الطريق على برزاني. برزاني هو أيضا لا يمكن أن يغني خالصا، المشاكل الموجودة بين بغداد والإقليم، أيضا ملف النفط والغاز، وتعرف حضرتك الآن الشركات الأمريكية الآن غادرت كردستان لأسباب كثيرة، قد تكون منها أمنية، قد تكون منها قانونية، قد تكون منها بما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية الشجاع الذي نص على عدم شرعية قانون النفط والغاز. لذلك الآن الديمقراطي ليست لديه أي فرصة أخرى،
يعني التحالف الثلاثي. هذا التقارب ما بين الاتحاد والإطار أضعف موقف برزاني، بالمقابل أو من جانب آخر ما راح برزاني يرفع سقف مطالبه بشكل كبير وهناك ملفات عالقة كثيرة. لا شوف، هو قضية أنه أما أن يأتي إذا أتى من فردا إلى بغداد فموقفه ضعيف جدا. إذا إجا البغداد من فردا لوحده دون الاتحاد لا، موقفه يتغير، لأنه الآن ما يتحكم الآن، هو الآن في وضع أولا وضع قانوني غير جيد مما يخص ملف النفط والغاز. نعم. اثنين الأزمة الاقتصادية موجودة في الإقليم. ثلاثة ملف التدخلات التركية الموجودة، هذه كلها ملفات صعبة جدا تتحملها أربيل وليست السليمانية. لاحظ ذلك، وليست السليمانية. أنا أعتقد وصول بارزاني إلى بغداد منفردا دون اتحاد سيضعف وسيقوي شوكة الاتحاد والتحالف والإطار التنسيقي لأسباب كثيرة. أولا أنه الآن الاتحاد كان يأتون كتحالف كردستاني 2014 كان يأتون إلى بغداد كتحالف كردستاني متفقين، وبالتالي أن حصة الاتحاد هي رأس الجمهورية وتبقى المشاكل بين بغداد وبين أربيل. لذلك طيب. لكن وما قوله يعني برزاني راح يضع منه منصب رئاسة الجمهورية وكذلك الملفات العالقة كلها ما راح تنحل ويسكت ويترك المجال سايحا للاتحاد والإطار بتشكيل الحكومة، في هذه الحالة شنو راح يكون موقف الديمقراطي؟ يعني احنا لدينا عملية ديمقراطية والأمور تحسن من خلال عدد المقاعد التي يمتلكها كما تفضل السيد إبراهيم. لا. الديمقراطي الآن تملك أكثر من 33 مقعد، بالتالي لن يستطيع عقلة انتخاب رئيس الجمهورية فيما لو توافقت يعني الأطراف الأخرى. يعني الإطار مع تحالف السيادة مع الاتحاد الوطني الكردستاني راح يقدر يشكل أي صوت على رئيس الجمهورية ويقدر يشكل حكومة بمعزل عن الديمقراطي؟ نعم، هم قادرون على التصويت وقادرون على الذهاب بتشكيل حكومة، لكنهم حثوا الاتحاد على التفاهم مع الديمقراطي. نتمنى أن يكون هناك تفاهمات. المشكلة أنه الأخوة في الاتحاد الديمقراطي لا يتنازلون عن أي شرط. نعم. من شروطهم لديهم سقف عالي من المطالب، وهم يريدون رئاسة الجمهورية بالإضافة لرئاسة الإقليم، ويريدون أيضا تغيير السيد برهان صالح. ليس مشكلتهم فقط في السيد برهان صالح، والاتحاد أيضا متمسك، هم متمسكين بموضوع رئاسة الجمهورية والاتحاد عفوا يعتبر هذا الأمر عرف سياسي أنه حصة الاتحاد. صح. بالتالي لا يمكنه أن يضحي برئاسة الإقليم ورئاسة الجمهورية ويبقى بدون أي مناصب سيادية، ولا هذا يعني تفوق الديمقراطي وهزيمة كبيرة للاتحاد، وهذا ما لا يقبل به. بالتالي ولديه حلفاء في بغداد. طيب. إذا ذهبت الأمور إلى موضوع مرشحين سوف يصوت الإطار لصالح مرشح الاتحاد، وهذا الأمر شبه محسوم. لكن بالمقابل أكو مجال للتفاوض على الشروط المرتفعة، صرف المطالب المرتفع من قبل برزاني. السيد البرزاني لم يبدي استعداده للتنازل عن هذه الشروط، بالتالي أعتقد أنهم سوف يأتون إلى بغداد بمرشحين. الشروط الأخرى قضية نفط الأقليم هذه مواضيع قضائية يعني لا تخضع للمفاوضات السياسية. الإطار ما يساوم عليها؟ لا، موضوع قضائي يعني الإطار ليس بإمكانه يتدخل في موضوع النفط والغاز. هناك قرار من المحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية نوهت أن هناك شكوى من وزارة النفط حول هذا الموضوع، وهي مستندة إلى قرار محكمة أمريكية سابقة. بالتالي إذا تنازلت وزارة النفط أو سحبت الدعوة ربما تغير الموقف، ولكن الآن من الناحية القانونية قانون النفط والغاز في الإقليم باطل. الاتحاد أبدأ تفهمه واستعداده لأن يتعاون مع بغداد في موضوع النفط والغاز والطاقة، وأعتقد أنه الأقرب للسلامة الوطنية ولمركزية القرار والوحدة أن يكون التفاهم مع الاتحاد. طيب سيد إبراهيم، ذكرت قضية الخلافات داخل الإطار، وأغلب الكتل السياسية كان بها خلافات داخلية، ما بها شيء إذا صار خلافات داخل الإطار وهو يجمع قوى كثيرة وكبيرة، فعلا أكو خلافات ولو على منصب رئيس الحكومة؟ يعني هسه هذه الخلافات أنا أعتبرها حالة صحية، هي ما وصلت إلى مرحلة الانشقاقات، لا أبدا. يعني هم هذه الخلافات تأتي من اختلاف وجهات نظر، يعني كل جهة سياسية لها وجهة نظر قد تختلف في التعامل مع ملف رئيس وزراء أو مع ملف الشراكة مع الكتل السياسية الأخرى وهكذا. لذلك أنا أعتقدها حالة صحية، وبالتالي أن
خلاف وجهة نظر ليست قطيعة وليست هي ما يطبل لها بعض الإعلام شقاقات وما شابه ذلك، لا أبدا. بعدين أنه اتفاقات الآن موجودة، ماذا يريدون يعني؟ أنا أشوف العنوان الأكبر لكل القوى السياسية داخل الإطار هي التأكيد على البرنامج الحكومة لرئيس الوزراء المقبل، أن يكون أولا باعتبار أنه المكون الأكبر، اثنين أنه المرحلة تتطلب برنامج حكومي خدمي يقضي على الفساد، يوفر فرص عمل، يصفر كل الأزمات الموجودة خلال هذه 4 سنوات، أي خطأ غير مسموح به. لذلك ماذا يطلب؟ يطلب رئيس وزراء قوي جدا، رئيس وزراء يعمل على هذا البرنامج الحكومي وترجمته إلى أرض الواقع، يعني هذا برنامج حكومي يجب أن يكون قابل للتنفيذ وليست شعارات. هسه أكو أعداء بالداخل، أعداء بالخارج، راح أطبل على أي خطأ راح يطبلون، هذا نعرفه. ولكن أنا أعتقد جلة الخلافات هم لأن المرحلة المقبلة تتطلب رئيس وزراء قوي وبرنامج حكومي، لأن الآن قد يكون هذا الفرصة الأخيرة، وبالتالي إنه ما يعول عليه هو أن يعمل الجميع على الخروج أو ولادة حكومة عراقية وطنية قوية تعمل وفق هذه السياقات الموجودة. لدينا أزمات كثيرة، أزمة الفساد، أزمة البطالة، أزمات صحية، أزمات أمنية، أيضا وأحد المشاكل هي التركة الثقيلة من حكومة الكاظمي، هذه يراد إنه العمل على 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 فلتر كل القرارات التي اتخذتها حكومة الكاظمي والتي تعتبر قرارات غير دستورية وغير قانونية، وبالتالي أنا أعتقد إزالة الآثار السلبية على هذه القرارات، لأنه هذه شكل أول ثلمة الحكومة اليوم. حتى من تأتي أو تولد ما ممكن اليوم تجد تركة ثقيلة ومخلفات ثقيلة من الماضي. أنا أعتقد الآن يجب أن تعطى تركة، هي موجودة بالتأكيد، هسه هذه موجودة، ولكن هذه الأزمة الكبيرة، لأنه يعني إحنا كل يوم يمضي وبقاء حكومة الكاظمي هذا يعني مزيدا من الأزمات ومزيدا من المشاكل ومزيدا من الخلافات من المخالفات. وهذا يدعو للتعجيل بحسم هذه الأزمة. أحسن دكتور، أحسن سلام الشهر. ممكن أن تكون هناك خلافات فعلا عميقة ما بين قوى الإطار الشيعي حول منصب رئيس الوزراء؟ الحقيقة لا أعتقد توجد خلافات، توجد اختلافات في وجهات النظر، يعني كانت بعض الأطراف طرحت أسماء قادة كتل مثل السيد المالكي، مع أنه أكد السيد المالكي أنه ليس لديه رغبة بالمنصب، لكن هناك أعضاء من دولة القانون يرغبون بهذا الأمر. السيد هادي العامر أيضا هناك بعض الأطراف ترشحه، لكن الإطار ذهب باتجاه إيجاد نوع من المأسسة داخل الإطار وتحوله إلى كتلة أو تحالف سياسي واحد، وأن يضع معايير لاتخاذ القرار ووضع معايير لاختيار رئيس الوزراء. وأنا من وجهة نظر شخصي أعتقد أنه السيد المالكي والسيد هادي العامر كلاهما أكبر من منصب رئيس الوزراء وقادة كتل، بالتالي من الأفضل أن يرشحوا شخصية من الخط الثاني وأن تكون تنطبق عليها المعايير، يكون لها قبول دولي وإقليمي، وأن يكون لها قبول داخلي. أن القبول الداخلي طبعا هو الأهم، هو أن تكون المرجعية تقبل بهذه الشخصية. أيضا لابد أن تكون شخصية قوية قادرة على تقديم الخدمات، قادرة على العبور بهذه المرحلة بالشعب العراقي. وهناك عدة مميزات ممكن أن تساعد الحكومة القادمة، يعني وجود وفرة مالية، وجود مناخ دولي مؤاتي، وجود عدد كبير من المقاعد يدعم رئيس الوزراء ككتلة كبيرة، ليس كحكومة سيد الكاظم الذي جاء من خارج. هنا دكتور تتحدث عن شكل الحكومة أو برنامجها، لكن خلينا نبقى بالمرشحين. ما مدى إمكانية ترشيح شخصية مستقلة لرئاسة الحكومة؟ لا أعتقد أنه سوف يتم لجوء شخصية مستقلة في كل الأنظمة السياسية. عندما تكون هناك الأحزاب الفائزة هي من ترشح رئيس الحكومة، هي من تتحمل المسؤولية أمام ناخبيها، بالتالي أنت لا يمكن أنه الشعب ينتخبك وأنت في شخصية خارج العمل السياسي غير منتخب وغير مختار من الأغلبية وتحمله مسؤولية قيادة البلد. يتنافى هذا الأمر يعني مع إرادة إيجاد شخصية قوية لرئاسة الحكومة؟ طبعا نحن بحاجة إلى شخصية قوية مدعوم بعدد مقاعد كبيرة وراه كتلة كبيرة يستطيع قادر على اتخاذ القرارات بحزم. بالتالي أعتقد أن موضوع المستقلين ربما يتم منح المستقلين
نائب رئيس البرلمان، رئاسة لجان كي يكونوا جزء من المعارضة، وربما مستقلي المعارضة من يمنحون هذا، يعني ليس كل مستقل، مستقلي المعارضة ربما يمنحون هذه المناصب كي تكون هناك معارضة فعالة. طيب سيد إبراهيم، ممكن تشكيل هذه الحكومة بهذا البرنامج الحكومي وهذه المواصفات وتكون بعيدة عن التيار الصدري؟ ممكن، ممكن جدا طبيعي. يعني أولا هو يعني صحاب التيار الصدري هو رغبته، لا توجد ضغوط عليه، وبعد تالي هاي رغبة ومحترمة، ولكن أنه تشكيل حكومة بدون تيار صدري موجود، يعني لأن أنه تيار صدري أنا ممكن لديه 6 مقاعد أو 6 وزارات، يعني أمانة عامة للوزراء له، وزارات اللي عنده بالهيئات المستقلة له، محافظة بنك مركزي له، كثير من هيئات مستقلة له، وبالتالي أن تشكيل الحكومة بدون تيار صدري مو وارد جدا يعني. وأنا أعتقد إذا مع العلم أنه الإطار حريص كل حرص لا يهمش أحدا، وبالتالي هو أيضا يدعو تيار صدري إلى الجلوس على طائرة المفاوضات، وقد يتشارك، قد يستمع إلى وجهة نظرهم فيما يخص التشكيل. هذا تحديدا، هذا الحرص على مشاركة الجميع ورغبة بإشراك التيار الصدري بهذه الحكومة، كيف يستطيع الإطار إشراك كل الأطراف والتيار الصدري معارض للدخول بهذه الحكومة ومعارض حتى لمشروعها؟ هسه هو هذا يعني الإطار التنسيقي هو يعرض هذا العرض على التيار الصدري. الآن هسه العرض هو الآن يعني الآن ما يقرأ بالتصريحات الإطار التنسيقي، هو يقدم الدعوة للجميع المشاركة، بس مو على طريقة نقسم الكيكة بيناتنا، لا، لأنه هذا اليوم الوضعية تختلف. اليوم برنامج حكومي وخدمات، وأيضا هناك مجلس النواب يراقب، الجهات كثيرة رقابية تراقب أداء الحكومة، فمو قضية اليوم قد تكون الحكومة نسخة من 2004 أو 2010 وما شابه ذلك، لا، أنا أعتقد الآن الوضع أوضاع الآن تختلف اختلاف جذري. اليوم الإطار التنسيقي وصاحب المسؤولية الوطنية والشرعية والقانونية وصفته المكون الأكبر مطالب ببرنامج حكومي قابل للتنفيذ، برنامج خدمي، برنامج يوفر فرص عمل، برنامج يقدم خدمات كثيرة، مشاريع سكانية، مشاريع في الطاقة وما شابه ذلك. لذلك هذه تتطلب وزراء نزيهين، وتتطلب شخصيات وطنية وشخصيات لها باع في ذلك. لذلك من غير ممكن اليوم أن تقول تعطيك الوزارة إلك وخلاص، أنت اللجنة الاقتصادية مالتك هي تتحمل الوزارة، ونعيد الفشل وندب برأس رئيس وزراء ونقول له أنت فشلت. لا، أعتقد اليوم الوضعية تختلف. اليوم الكابينة الوزارية قد تختلف اختلاف جذري عن الكابينات السابقة. اثنين، أنه رئيس وزراء أنا ما ممكن اليوم أن نأتي برئيس وزراء ونحملك مسؤولية كاملة والمحاصصة الواقية والشخصيات السلبية تسلم الوزارات وما شابه ذلك. لذلك أعتقد أنه رئيس وزراء الآن مطالب بكابينة وزارية ناجحة، لأنه اليوم أمام مسؤولية كبيرة وأمام تحدي كبير، تحدي داخلي وتحدي خارجي، وهناك أعداء في الداخل والخارج ويمسكون كل زلة ممكن أن يتم تنطلق من الحكومة أو من وزارة الحكومة. طيب دكتور هيثم، رئاسة الحكومة الجديدة المقبلة المنتظرة ممكن أن تبقي على المناصب التي حاليا هي من حصة التيار الصدري دون استبدالهم؟ يعني الحقيقة أنه هذا الموضوع يعني موضوع مستبعد بسبب كبر عدد المناصب التي يستحوذ عليها التيار الصدري، وربما لا تناسب وجوده السياسي الحالي، ولكن أعتقد أنهم الإطار يسعى إلى إشراك التيار الصدري في السلطة التنفيذية، وأن يكون له وزارات، أن يكون له مناصب. لكن المشكلة أنه ربما يكون السيد الصدر يعني نفسه هو معارض لهذا الموضوع، ولكن من مصلحة كل العراقيين أن يشترك الجميع بهذه الحكومة، وأن تكون هناك تمثيل لناخبين انتخبوا الكتل التي فازت، وتيار الصدري لديه عدد جيد أكثر من 855 ألف ناخب قام بانتخابه في الانتخابات الأخيرة، بالتالي هؤلاء أصواتهم لابد أن تخفض في داخل السلطة التنفيذية، لابد أن يكون من ضمن البرنامج أن يؤخذ بنظر الاعتبار مطالب جمهور التيار الصدري. هذا الجمهور معظمه في المناطق الشعبية، عدم توفر الخدمات، الوضع الاقتصادي، لابد أن ينعكس على هذا الجمهور، لأنه أولا الحكومة التي تأتي لابد أن تكون حكومة لكل العراقيين، لا أن تكون خاصة بحزب معين أو كتلة معينة أو تحقق مكاسب حزبية أو شخصية على حساب المواطن. الآن أمام الحكومة تحديات وتوجد أيضا فرص، بالتالي رئيس الوزراء القادم لابد أن يقوم بتوظيف الفرص واستغلالها الموجودة.
الوفرة المالية الموجودة الآن لابد أن توظف لخدمة المواطن العراقي، لابد من نذهب باتجاه تخفيض سعر الدولار، خصوصا أن الولايات المتحدة عمدت منذ شهرين أو ثلاثة من الحرب الأوكرانية الروسية، عملت إلى زيادة سعر صرف الدولار الأمريكي، وبالتالي ارتفعت معدلات التضخم في كل العالم. العراق أصلا ليس من مصلحته الآن، الآن الدول تسعى إلى رفع قيمة عملتها لأنه توجد حرب عملات عكسية برفع قيمة العملات بسبب وجود أزمات، والكل يستورد بالعملة الصعبة. العراق لابد أن يقوم برفع قيمة عملته حتى تكون لديه وفرة مالية يستطيع استيراد وتأمين احتياجاته من المواد الغذائية، من الأمور الاقتصادية المهمة الأخرى، مكان المعدات. أرجع هذه نقطة مهمة أرجع لك بها دكتور هيثم، لكن قضية الشراكة التوازن اللي يتحدث بها الإطار حاليا ومن يتوافق معه، ممكن أن يتحقق هذا التوازن والتوافق في حال غياب التيار الصدري عن هذه الحكومة؟ لا، هو طبعا رغبته، يعني التيار الصدري إذا رغب ما يشارك بالحكومة ويذهب المعارضة هذا اختيار طبعا. لكن كما ذكر دكتور هيثم عدة جمهور 850 ما يخالف وأنت اليوم يعني أولا هو عنده يعني في المؤسسات المستقلة هيئات مستقلة عنده جهات أخرى جهات أربع جهات، ولكن هذه رغبته إذا أعطي. ولكن هي الآن الحكومة نعتقد بشرطها وشروطها، يعني مثل ما قلت لك الأوضاع الآن الداخلية والخارجية حتى من تكون هناك حكومة ذات برنامج اقتصادي، لذلك أنه حتى الترشيح حتى تنجح الحكومة يجب أن تعطى لرئيس وزراء الفرصة والحرية في اختيار رئيس الوزارات. لاحظ في ذلك هي مو قضية أنا مجرد كم كابينة وزارية وخلاص، يعني محاصصة، أنت منك 10 منك 2 منك 3 4. أنا اليوم أريد عندي برنامج اقتصادي وعندي تحديات داخلية وخارجية، أنا اليوم مهدد واليوم مستهدف وهناك مؤامرات وهناك أجندات مشبوهة، علي من؟ على رئيس وزراء، على الحكومة المقبلة. الحكومة. طيب لذلك مقابل هذه المعطيات الخطيرة اللي تذكرها سيد إبراهيم، يعني هناك ضرورة لإشراك الجميع بس أنا مو بحكومة توافقية. أكو محاولات فعلا من قبل الإطار ومختلف القوى السياسية لإعادة السيد الصدر إلى مصدر القرار على الأقل، لكن ممكن أن تنجح هذه المحاولات قانونيا بموجب قانون النظام الداخلي مجلس النواب وبموجب التغيير اللي حصل وبعد تصويت البدلاء، أنا أعتقد ما تولي فرصة قانونية. مو قصدي يرجعون إلى البرلمان ككتلة صدرية، لكن يرجع السيد إلى مصدر القرار على الأقل والاشتراك باختيار رئيس الحكومة مثلا. هسه هذه متروكة لرئيس وزراء، عفوا لإطار تنسيقي، إطار تنسيقي هو أيضا يعني ما يريد يهمش أحد. لا يريد أن يهمش أحد. وبالتالي هنا يعني حتى العدة مقعدين هو أعتقد أنه الإطار التنسيقي يشارك في الحوارات. لكن ممكن يقدرون يقنعون السيد الصدر أنه يرجع لمصدر القرار؟ هذه متروكة، يعني شوف احنا خلينا نحكي أكثر أستاذ بشار، أولا هي حتى نشكل حكومة جديدة، حتى تولد كابينة حكومية ناجحة. وفق التحديات، على ضوء التحديات الموجودة، ماذا نريد؟ نريد أولا إذا لم تعطى لرئيس وزراء الصلاحية في اختيار وزراء، والله العظيم تفشل الحكومة. إذا بقينا بالشعارات حكومة شراكة وطنية، حكومة وحدة وطنية، من اشتغل اليوم الشغل على برنامج حكومة رئيس وزراء؟ هسه على ذكرك لنجاح الحكومة وعدم نجاحها، ممكن تنجح هاي الحكومة، ممكن ينجح الإطار أصلا بتشكيل الحكومة، وممكن هذه الحكومة تنجح وتستمر لإنهاء دورتها 4 سنوات، لو راح تكون هناك معرقلات من مختلف القوى أبرزها التيار الصدري؟ التحديات موجودة، التحديات الآن موجودة، وبالتالي تحديات داخلية وخارجية، ووسائل الإعلام أصلا متحزم حزاميا هذا الموضوع. لكن تشلون حتى تكون تدخل في هذه المعركة وأنت كلك استعداد؟ أولا هذه الشعارات إذا ما تعد منها الإطار التنسيقي، إذا ما يبتعد هاي حكومة وشراكة وطنية، حكومة وحدة وطنية، حكومة ما أدري منه 100 شعار، إذا ما ابتعد عنها وأعطى لرئيس وزراء الصلاحية والحرية في اختيار كابينته وزارية، هذا شنو الفائدة؟ أنت اليوم أنا أوزع وزارات وأنت تعطيني وزير فاسد، شنو الفائدة؟ ما سويت شيء أنا عندي برنامج خدمي، مو عندي برنامج خدمي 4 سنوات، وأحكي برنامج خدمي أمام مجلس النواب، وأنت اليوم مرشح لشخصيات والله العظيم فاسدة للنخاع، ما سوينا شيء هم رجعنا نفس الموال ونفس نفس ما حدث بالحكومات السابقة، وهذا حصة فلان وهذا حصة فلان، ورئيس وزراء رئيس مجلس وزراء، يعني ما يقدر يتخذ قرار إلا بالتصويت عنه. لذلك هذه تحديات كبيرة، وتحديات على المكون الشيعي،
حتى احكيها بصراحه. هو تحديدا هذه التحديات خاصه نعم بالحكومه. اذا نجح رئيس وزراء راح يقول لك الشيعه نجحوا، اذا فشل اقول لك انتم فشلتوا. طيب الرغبه واضحه بافشال مساعي الاطار لتشكيل الحكومه، وهناك معرقلات توضع ودعوات لبقيه الاطراف السياسيه، وربما تزيد هذه المساعي لافشال الحكومه في حال نجح الاطار بتشكيل الحكومه. الاطار راح يقدر يواجه هذه التحديات؟ الحقيقة هذا يعتمد على موضوع وحدة الإطار واتخاذ القرار، وهو ذاهب باتجاه المؤسسة وتكوين ائتلاف سياسي ووضع آليات لاتخاذ القرار. أنا أريد أن أعقب على شيء مهم ذكره السيد إبراهيم، موضوع أنه رئيس مجلس الوزراء. الآن نحن شهدنا في الفترة الأخيرة تعديل قانون البرلمان العراقي وتحويله من هيئة رأس البرلمان إلى رئيس البرلمان. لا. مما يمنح صلاحيات كبيرة للسيد الحلبوسي باعتبار هذا المنصب هو من حق أخواننا للسنة. أتمنى أنه يذهب الإطار إلى تعديل قانون مجلس الوزراء وأن يضع فقرة رئيس الوزراء بدل من رئيس مجلس الوزراء، حتى يعطى رئيس الوزراء الصلاحيات الكافية التي تمكنه من تنفيذ البرنامج الحكومي بشكل دقيق. وهذا طبعا هو حق المكون الأكبر، المكون الشيعي. ليس من المعقول أن أتحمل أنا النتائج وأنا مقيد بقراراتي بالآخرين، في حين لا أحد يتدخل في رأس البرلمان، لا أحد يتدخل في قرارات رئيس الجمهورية، ولكن الجميع يتدخل في قرارات رئيس الوزراء. هذه نقطة ضعف لابد أن يغادرها الإطار، لابد أن يذهب بقوة باتجاه تنفيذ البرنامج. الشخصية القوية كما وضعوها كمعيار الانتخاب رئيس الوزراء، الشخصية القوية تأتي من قوة الصلاحيات. لا يمكن أن أتي بشخصية قوية والقانون الداخلي يقول لي رئيس مجلس الوزراء، لابد أن يشترك وزراء الأخوة السنة والكرد وغيرهم، وكل من يرغب بنجاح العملية أو فشلها يشترك في التصويت على القرارات. لابد أن يكون رئيس الوزراء هو صاحب القرار الأول. فبالتالي أعتقد أنه موضوع التحديات تعتمد على دقة البرنامج، تعتمد على مراعاة نقاط الضعف في الأداء الحكومي مثل هذه النقطة. هذه النقطة مهمة نرجع لها قبل قليل ذكرناها، يعني نجاح الحكومة خدميا كما يريد الإطار، اقتصاديا راح يقطع المساعي لإفشال هذه الحكومة؟ طبعا هو هذا الاختبار كما ذكر الأستاذ إبراهيم اختبار أخير. لابد أن تكون حكومة خدمات تنجح بالعبور بهذه المرحلة، هناك فرص كبيرة للنجاح، هناك أيضا مناخ دولي مؤاتي، هناك وفرة مالية مؤاتية، هناك رغبة دولية بأن يكون مصادر الطاقة ومنها العراق أن تكون مستقرة وأن تكون فاعلة في تزويد الأسواق العالمية باحتياجاتها. بالتالي أعتقد رئيس الوزراء أمام فرصة. حتى التحركات الأخيرة التي قام بها السيد الكاظمي ووجود توافق بين الجمهورية الإسلامية و العربية السعودية، هناك مناخ إقليمي أيضا مؤاتي أن يكون للعراق دور في المرحلة القادمة. بالتالي لابد أن يضع الإطار برنامج اقتصادي خدماتي ناجح، وأن يعطي الصلاحيات لرئيس الوزراء وليس رئيس مجلس الوزراء. لابد أن يتم تغيير هذه الفقرة حتى يستطيع اتخاذ قرارات هو يتحمل نتيجتها. طيب في هذه الحالة يعني تذكرت ملفات مهمة اقتصادية ودولية وملفات الطاقة وغيرها، في هذه الحالة كيف سيتعامل العراق مع زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة؟ يعني الرئيس الأمريكي هناك أسباب معلنة وأسباب تسوق للإعلام. هو تحدث أمام الإعلام قال أنا السبب الرئيسي هو حفظ أمن إسرائيل لزيارتي، لكن الحقيقة ليس هذا هو السبب الرئيسي. الولايات المتحدة حتى بدأت تسحب من الخزين استراتيجي النفطي الموجود لديها، وكانت هناك تهجمات على رئيس بايدن قبل أسبوع أو 10 أيام، ما اضطره إلى زيادة الخزين استراتيجي في هذه الأيام. هناك أزمة طاقة حقيقية في العالم وفي داخل الولايات المتحدة، وإذا ارتفعت مصادر الطاقة ترتفع تكاليف كل شيء، لأن سلاسل التوريد تنقل وتشتغل بموضوع الطاقة. عندما ترتفع أسعار الطاقة ترتفع تكاليف السلع والخدمات، بالتالي يحدث تضخم بشكل تلقائي. هو يأتي للسعودية كي يقنع العربية السعودية بأن تقوم بزيادة كمية المنتج من النفط، ولكن العربية السعودية لديها تفاهمات مع روسيا
هي مرتبطة بأوبك بلس، وهناك قرارات تؤخذ بشكل جماعي. لا يمكن أن تقوم بزيادة الإنتاج والإساءة إلى علاقاتها مع الأغوص. ثم الأمريكي يأتي بدوافع إخافة العربية السعودية من الجمهورية الإسلامية، ومحاولة إيجاد أو ترطيب العلاقات بينها وبين الكيان الصهيوني على اعتبار أنه حليف محتمل أو ما أشيء حوله من الناتو العربي. لا أعتقد العربية السعودية ستذهب بهذا الاتجاه، لأنه هناك إصرار من الملك سلمان شخصيا على تحقيق مبادرة 2002، أي حل الدولتين. ثم الآن العربية السعودية لها علاقات جيدة مع الجمهورية الإسلامية في إيران، وربما يعاد فتح السفارات، بالتالي لا توجد ورقة ضغط على العربية السعودية في هذه المرحلة. الرئيس الأمريكي يأتي لأهداف اقتصادية، بنفس الوقت يحاول أن يفتح ملف الحوار والتطبيع والتحالف مع الكيان الصهيوني، لأنه من المرشح بشكل كبير أن الولايات المتحدة يزداد انحسارها من منطقة الشرق الأوسط بسبب انشغالها في حرب أوكرانيا والصين واحتمال تطور الصراع العالمي. وأنا من وجهة نظري يعني أستاذ بشار أقول لك بكل صراحة، هذا الصراع لن ينتهي بمدة قليلة ولن ينتهي عند هذا الحد، ستنخرط به أطراف أكبر. طيب، وهذا ما أكده جون مشماير البروفيسور الأمريكي عندما قال أنه لا يمكن أن نعطي قصص سعيدة عن هذا الصراع. United States has to win, Russia has to win. يعني الولايات المتحدة يجب أن تنتصر وروسيا يجب أن تنتصر. فبالنهاية الموضوع ذهب لتطلعات أكثر، وحاجة العالم لمصادر الطاقة والطاقة تزداد كل يوم. هذه المعطيات المهمة اللي تهم العراق سيد إبراهيم. يعني بهذه الحالة الطرف الدولي هل سيكون مصلحته النجاح بتشكيل حكومة عراقية وتكون مستقرة؟ يعني الطرف الدولي تعرف يعني أولا هناك دول تتدخل في الشأن العراقي، وهذا التدخل يعني عندهم شراهة غير طبيعية في إشاعة الفوضى وإشاعة الفوضى السياسية والاقتصادية بحسب المصلحة، حسب مصلحتهم يعني حسب أجنداتهم. لذلك أنت شوف حضرتك بالانتخابات إيش قد أنفقت دول مليارات دولارات على قضية انتخابات وما شابه ذلك، دعم الطرف ضد الطرف، أرادت أن دعم إعلامي كبير لعملية الإساءة للطرف المقابل وما شابه، يعني حتى متظاهرين اللي طلعوا على التظاهرات على خلفية الانتخابات تهموا شتى التهم. حضرتك تذكر هذا الحادثة. لذلك الطرف الدولي أنا أعتقد هو لا يريد أولا لا يريد مثلا أنه حكومة مستقرة، حكومة قد يكون عمرها 4 سنوات وما شابه ذلك. لا، هو يريد أولا أنه هذا التدخل وهذه الأجندات ما ممكن تخلص، وهذه المشاريع مشبوهة ما ممكن تخلص، حتى وإن كانت حكومة ولدت حكومة كابينة وزارية ناجحة وبرنامج حكومة ناجح ورئيس وزراء قوي، أنا أعتقد المهمات لن تنتهي. هناك من لكن إيجاد حكومة قوية في العراق ومستقرة وتستمر لإكمال دورتها الحكومية، ما راح يأمنون أنه بهذه الحكومة استمرار تدفق النفط ومصادر الطاقة وتأمينها؟ راح شيء قضية. أنت سأل شفت لاحظت الفترة اللي حكم بها الكاظمي كم المشاريع النفطية وما شابه ذلك عقدت، نفذت المشاريع خلاف القانون لأنه هو حكومة تصريف أعمال. لا. الآن لماذا نفذها؟ يعني هو الآن الكاظمي مرتبط بجهات داخلية خارجية ومرتبط بجهة داخلية يعتقد أنه هو صحيح أن يمثلها، لكن هذا لو كانت هناك حكومة وطنية لرفضت كل هذه المشاريع، لأن هذه المشاريع أول مشاريع مشبوهة، وإلا شركة كار يعني كيف ممكن تدخل شركة كار والجميع يعرف من هي شركة كار، من هي شركة كار؟ لاحظ ذلك. ثم الآن هم محطة الغازية اللي موجودة بالعمارة اللي افتحها الكاظمي، بينما هي مجرد أجهزة بسيطة جابوها خلوها داخل المحطة وافتتحها وغردت وسائل الإعلام افتتاح مشروع استثماري في الكهرباء، لاحظ ذلك. بينما تهم المشاريع أخرى، مشروع الحرير مع الصين أهمل هذا المشروع، لأنه حكومة الكاظمي جاءت ردة فعل لما مظاهرات تشرين في 2019 على خلفية أداء حكومة الكاظمي عادل عبد المهدي وذهاب إلى الصين وما شابه ذلك. لذلك أنا أعتقد الطرف الخارجي لا يستأنس بحكومة قوية، هو يريد الفوضى ويريد رئيس وزراء متقلب ويريد نظام سياسي متهالك حتى ينفذ أجنداته. البرلمان القوي والبرلمان الوطني ما ممكن أن يصمت على مخالفات لحكومة تصريف الأعمال. طيب، في هذا الحالة تتوقع اللجوء إلى
تصعيد شعبي وعودة الاحتجاجات بالمرحلة القادمة مع هذا التأخير بتشكيل الحكومة؟ يعني هذا ينصدم عدة. اولا قضيه التصعيد الشعبي انا اعتقد الان غير وارد، لانه الان المدد الان الدستوريه احنا الان خارج المدد الدستوريه، وهذا الان هو قد يكون هو حاله انا اعتبرها حاله طبيعيه. الخلافات السياسيه وصلت لهذا النتيجه، وبالتالي المحكمه ادت دورها. الان الكره في ملعب التحالف الاطار التنسيقي. اليوم ما ممكن المواطن يطلع على حكومه، شو يطلع اليوم على الحكومه يطلع؟ على اي حكومه؟ حكومه الكاظميه، حكومه المقبله، هذا ما ممكن يعني. يطلع البرلمان كتل السياسيه. لا اسمح لي يعني، مو انت البرلمان الان، البرلمان هو الان متازم داخليا. شقاقات داخل البيت السني قد تؤثر على منصب رئيس مجلس النواب. والاخوه الاركان ايضا لديهم انشقاقات وما شابه ذلك وخلافاتهم الان لم تصفر. وانشقاقات شيعيه ايضا. وانشقاقات شيعيه، فلذلك المتظاهر الوطني الشريف اليوم علي من يطلع اليوم؟ علي من يطلع؟ على شنو يطلع؟ طيب ممكن يطلع بعد تشكيل الحكومه؟ اذا كانت حكومه غير خليه يشتغل. اذا كانت حكومه تشكيلها وفق النظام التوافقي ما راح تعارض بعض الاطراف الداخليه لا والخارجيه؟ لا احنا نشوف استاذ بشار، هو انه احنا اذا شكلت حكومه وعندنا موازنه وعندنا رئيس وزراء يشتغل وما شابه ذلك، قبل هذا ليش يطلع المظاهرات؟ على شنو يطلع؟ الاطراف الرافضه للحكومه قبل تشكيلها؟ لا هو اللجوء الى الشارع هسه هذا ممكن، بس مو بالطريقه اللي احنا نعرفها، حرق وقطع الشوارع وما شابه ذلك وتهديد مثل ما حدث في القاسم من قتل احد حمايه النائب، هذا مو على شنو يعني؟ شنو علاقه النائب علي تركي محتقر علي تركي بقضيه بالتظاهر؟ شنو علاقه الموضوع؟ رجال نائب عضو مجلس النواب صحيح؟ شنو علاقه الموضوع؟ منين ان المتظاهر يقتل؟ هاي مو متظاهر، هذا طلع داعشي. هذا ما طلع متظاهر، هذا طلع داعش. يعني انا يوم اطلع مظاهر على المؤسسه اجي اقتل؟ ليش هو هذا الحمايه قتلوا متظاهرين؟ ما متظاهرين بيدعي انه تم اغتياله. لا هم اللي جاوا بالتظاهرات هم اللي جاوا بالقتل. زين هذا انا بعد احترم هيك متظاهر يقتل؟ شلون اسلم دوله وما شابه ذلك؟ شلون راح اسلم دوله؟ مو طيب. طيب اكو تحذيرات من اسقاط الحكومه او اسقاط سريع لهذه الحكومه في حال تشكيلها بشكل توافقي، لكن شنو السيناريو المتوقع؟ الحقيقه انا لا اعتقد انه سوف يتم لجوء التظاهر كما ذكر الاستاذ ابراهيم بوقت مبكر او اسقاط الحكومه. الانسحاب السيد الصدر انا من وجهه نظري يعني بتحليلي السيد الصدر دائما هو يعمل باتجاه انه ما يريده الشارع او ما يرغب به الشارع، فبالتالي اعتقد هو سوف يشكل معارضه شعبيه وليس داخل البرلمان تقوم بمراقبه تشكيل الحكومه ومراقبه الاداء الحكومي. ربما تمنح الحكومه فتره سنه كما حدث مع حكومه السيد عادل عبد المهدي. لا. بعد سنه اذا راى السيد الصدر انه او الشارع العراقي كله اقتنع ان هذه الحكومه غير مجديه، لا تقدم خدمات، لا تقوم بتحسين الوضع الاقتصادي، سوف يكون كل الشارع مهيئ لموضوع الخروج بتظاهرات سلميه واعاده الانتخابات واسقاط الحكومه. ولكن لا اعتقد ان هناك مبادره في هذه المرحله لاسقاط الحكومه واللجوء للشارع. اللجوء للشارع يحتاج ظروف ناضجه، والان لا توجد ظروف ناضجه للتظاهر. يعني الان في طور المحاورات، وبعد تشكيل الحكومه لابد ان ننظر الى ادائها، ما تفعله في الاقتصاد، ما تقدمه خدمات المواطنين، ما تعكسه على حاله المواطن، هو ما سيحدد استمراريتها لاربع سنوات او عدم استمراريتها. عضو شبكه الهدف للتحليل السياسي الدكتور هيثم الخزعلي، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكرا لكم المحلل السياسي الاستاذ ابراهيم السراج، شكرا لك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الاكارم، الى هنا وصلنا واياكم وضيفنا الكرام الى ختام هذه التغطيه، والى اللقاء في لقاءات اخرى.